بيقولوا إنه التفكير الزايد هو مرض نفسي. المعلومة غلط. التفكير الزايد مش مشكلة، هو من طبيعة الإنسان ليحمي حاله أو يتطور على أكثر من صعيد، بس إذا هالتفكير وصل لحد الهودسة والفكرة عم تتكرر دايماً وعم بتسبب ضغط سلبي وأنه ما في شي رح يزبط، هون ممكن يؤدي التفكير الزايد لمرض نفسي مثل الدبريسيون وغيره. كرمال هيك التعبير والفضفضة كتير مهمين إذا أي فكرة كانت مضايقتكم.